طيب خلينا كمان نشوف هذه القصة اللي قالت سعاد حسني لا لعادل إمام، ماذا قال لها؟ سيأتي يوم حتطلبيني فيه لبطولة أحد أعمالك أو أفلامك. برضو ده النص ده نادر يعرض لأول مرة على شاشة العربية. أنا مديكو كم انفراد حصر الحقيقة، دي مجلة اسمها الكاميرا، والتاريخ ده كان 1980. أعتقد أن أستاذ عادل إمام كان مرشح لفيلم كبير قدامها، وهي قالت للمنتج أنه عادل إمام لم يعد بعد نجم شباك. بهدوء الزعيم وبإصراره الشديد قال التصريح ده، قال سيأتي اليوم التي تتمناني فيه سعاد حسني الوقوف أمامها بطلا. بعد كده طبعا بكل جرأة وبكل شيء، يعني إصرار، هو عارف هو طريقه إزاي. مظبوط. عادل إمام من اللحظة الأولى هو مدرك، وهو مدرك تماما هو عايز إيه وبعرف يعمل إيه. حتى لما دخل كلية الزراعة هو في أحد الحوارات قال إنه أنا طلعت ممثل زراعي مش مهندس زراعي، يعني هو عارف طريقه من البداية للنهاية. نعم. أعتقد إنه إصراره الشديد هو السبب في النجومية وذكائه الغريب. على فكرة اشتغل كذا مرة مع مدام سعاد حسني بعد كده، اشتغل المشبوه واشتغل حب في الزنزانة. أجمل الأفلام طبعا. نجومية عادل إمام، نجومية عادل إمام الطاغية خلت سعاد حسني تقلق، لأنها ترشحت بعد كده لكذا فيلم. هي اعتذرت عن البطولة قدام عادل إمام، ترشحت لبطولة النمر والأنثى، وده برضو سر ينشر لأول مرة أو يذاع لأول مرة، ولما اعتذرت جابوا أسرار حكيم بدلا منها يعني.